السيد محمود علاء. مساء الخير عليكم جميعا وسنة خير علينا يا رب إن شاء الله. سعيد طبعا بتواجدي وسط الكوكبة الكبيرة الموجودة دي، إن كان الفنانين أو الرياضيين. بشكر مجموعة وشاشة الإعلامية على اهتمامهم بينا كرياضيين ودايما داعم لينا. بعتبر دايما إن المقياس والمعيار الحقيقي لنجاح أي إنسان هو الجمهور، ومن هنا بشكرهم طبعا وبشكر وشوشة. والحمد لله ان دي الجائزه الثانيه ليها الموسم الثاني على التوالي، ودي بتحملني مسؤوليه كبيره جدا ان شاء الله ان الواحد يقدر يحافظ على المستوى ده واقدر افوز بالجائزه سنين جايه ان شاء الله. شكرا.